كل اكيد اللاعبين السابقين اللي خداو الان هذه محاوله والحكم كيقول ضربه جزاء ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. حمزه بورزوق يمكن نقول بانه كان ذكي وانذار للمدافع اسماعيل جود اللي كان هو وراء هذه العرقله وبالتالي ورقه حمراء لاحظوا مره اخرى يعني حمزه بورزوق مشى يعني هناك عرقله ديال المهاجم حمزه بورزوق من طرف المدافع اسماعيل جود. الحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. ينتظر صفر الحكم الحفيظي عبد الاله حفيظي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني.